هذا ديال الصوص ديال الحوت زوين. هذه العطريه 5 دراهم ديال الحوت ديال بسطيله الحوت. هذا الشامبينيون الفقع الاسود، وهذه الفيرميسال. يلا ومعايا للدار نكملوا، غناخذ الزيتون من عند جارنا. يا قلتي لي كاين الزيتون مقطع؟ كاين هذا كاين. وها انتم عشاق الكلاص، انا كنت باغيه نوجد كيف ما قلت لكم. يلا كندير لا ميزون بلاس، التحضيرات ديالي. راني مقطعه البصله، حاطه لي مورسو ديال الزبده، حاطه الربيع مقطع، ها هو حاطه الحامض، العطريه. ويلا غندير الابن ديالي دابا شي يومين تشهى قالك الكلاص، حيت كل ما كتوصل هاد الفتره كنت كنصاوب ليه الكلاص، يعني بحال مره في السيمانه كنصاوبو كلاص. السلام عليكم ورحمه الله، اش اخباركم؟ في امان الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبالف صحه وسلامه. نتمنى التوفيق للجميع والهنا وراحه البال. الصباح كنت درت واحد لا فيديو، ولكن للاسف خاني الكاميرا ديال الهاتف، ما كنت كيسحب لي راه كيصور وصافي. وتشغلت مع راكم عارفين الروتين ديال البيت، ما يعني ما عاودتش درت التسجيل. كتعرف يعني الناس اللي مجربين غادي يحسوا بيا، ملي كدير واحد المجهود وكتعطي واحد التعابير عفويه وتلقائيه، ملي ما كتلقى بان راه ما كاينش التصوير صافي كتفادى انك تعاود ثاني تكرر نفس الموضوع. المهم هذا بالنسبه ليا انا، هذا هو الشعور ديالي، ما بغيتش نعاود ثاني نعاود نفس الموضوع. تناسيت يعني وتشغلت مع المطبخ ومع التحركات ديال البيت. دابا جيت بغينا نوجدوا شي حاجه للمساء، وقلت غادي نصور معكم في نفس الوقت نجبد الموضوع ديال الصباح. تعازينا المرحوم اللاعب مراد المرابط. كيف كنت كنفطر كنشوفوا لبعضنا الجديد ديال القنوات. انا متابعه ديال واحد الاخ وديال اخوه واخوات، وتحيه للجميع. الاخ انور الطالياني اللي كيعيش في فرنسا، تحيه ليه والاسره ديالو والابناء ديالو، والحمد لله على الشفاء ديالو. تحيه لجميع الاخوه والاخوات، الجميع اللي كيتابعنا واللي يلا غيدخل جديد، وكنتمنى ونكونوا دائما عند حسن الظن. الاخ انور الطالياني يتكلم على الموضوع ديال هذا الانسان اللي يعني بواحد الطريقه لا اراديه طلع في واحد الجبل وبغى يتلاح من الفوق، والزوجه ديالو كتفرج فيه يعني كتصور فيه باش يدير هذيك يعني باش يتلاح بديك الطريقه اللي كنعتبرها اراده الله في نهايه الموت ديالو، نهايه العمر، ولكن متهوره بالنسبه للطريقه ديال الموت. كل انسان ويعني مسؤول على الطريقه كيفاش راه فعلا نرجعوا للدين. احنا راه ماشي مسيرين في طريقه الموت، احنا مخيرين في الموت، اما العمر مسيرين. الاجل ديالك مثلا غادي تعيش 40 سنه 30 سنه، هذه كاينه. ما خصناش نتهوروا في يعني في ركوب الدراجة، نمشيو بسرعة، في ركوب السيارة، السباحة بواحد الطريقة متهورة. سبق لينا فقدنا واحد خالي عزيز الله يرحمه بهذه الطريقة المتهورة ديال السباحة، اللي كان ما كي يعني كيغامر كما قال الأخ أنور، قال لك البحر كيدي العوام، ما كيديش داك اللي خايف، العوام اللي كيتشجع دائما كيديه البحر. ودابا هاد السيد مراد اللي لاعب ومدرب في شي فريق اسباني اعتقد، ومات في اسبانيا، والله يرحمه الله يرحمه ينزل عليه الرحمات. وخصنا نشوفوا بان الهاتف راه سيف. الانسان خاصو يعرف بان الهاتف رحنا مسؤولين عليه، ما خصناش نخليو الهاتف يسيطر علينا يستبد بينا، ما نخليوش الهاتف نوصلو به شي اشياء اللي تغضب الله سبحانه وتعالى، ما نخليوش الهاتف يكون داك الحوت الكبير اللي كيلتقم في الارواح. يعني الا كان ديك اللعبه ديال الحوت الازرق دات شحال من روح، راه كيبان ليا هاد الفيديوهات راه غادي يحصدوا شحال ديال الارواح، لان شحال من واحد
غادي كيصور الصيد كيصور. حبوباتي متابعي قناتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بألف صحة وسلامة، نتمنى لكم التوفيق لهنا وراحة البال. رشقات لينا الوالدة تفكرات واحد هكذا كنتكلموا وقالت لي الميرلون دائما ما بقيتيش كتجيبي لنا الميرلون، قلت لها الوالدة راه هذا الشيء راه غلا، الحوت غلا، ما بقاش في المتناول كيف ما كان من قبل. قالت لي يا بنتي والله الا توحشنا ديك الخبيزه اللي كنتي كديري، قلت لها ديك الخبيزه راه مكلفه بالفلوس. ايوا بقات فيا يعني ملي بديت كنراجع نفسي قلت علاش انا ما نكبرش في الوالده ديالي، لان الوالدين يعني ما عرفت نهزهم على كتافنا ونديهم نطوفوا بهم الكعبه وما ردوش لهم حتى ديك الضربه في الكرش. ايوا عاد نكبر فيها بحال ما كدا داويه مع بنت اختي، قالت لي ما تكبريش فيها بشحال كاع غادي تدي لك هاد الخبزه. المهم فهموا نتوما هاد الخبزه. حبوباتي خديت القمرون حطيته مع طريف ديال الزبده، والقياس راني قطعت كل حاجه والقياس ديالها يعني على حسب كل نوع وشحال غندير معاه، يعني درتهم طريفات باش تجيني سهله القضيه. طريف ديال الزبده، قمرون فوق نار مجهده، شويه البزار، شويه الملح، وشويه ثوم بودر فقط. غادي نمشيو بنفس الطريقه مع جميع الانواع ديال السمك، يعني الملحه، البزار، شويه شويه شويه، قريصه قريصه قريصه، بودر داك سميتو ثوم اون بودر. طريف ديال الزبده هو الاول، غير الطريف، راني وريتكم القياس وكنشحرو. كل حاجه كنعطيوها الوقت ديالها، ما خصش يطيب مزيان الحوت راكم عارفين باش ما يتخشنش، وما نكثروش العطريه باش ما يفقدش ديك الطيبه ديالو والنسمه ديال السمك. وعاد غادي نرجعوا نديروا الشرموله على حيده باش كيجي منسم مزيان، ولكن ما كنكثروش الشرموله، فيها الربيع فيها العطريه. انا راجعه عندكم باش نكمل معاكم، يلا خليكم معايا نكمل معاكم. خديت قزبر ومعدنوس قطعتهم بالهاشوار ما طحنتهمش، الزيتون حتى هو قطعته بالهاشوار، واحد الحبيبات ديال الكبار لقيتو ما بقاش، الحامض مصير. انا غادي لاصوص ديال السمك كنحيدو هادو على ما يوجد، راه مازال موجود لينا مازال في المقله عاوتاني واحد شويه. انا هاد لاصوص زوينه واعره هيا كتعطي واحد المذاق رائع رائع رائع. ما بغيتش نحلها بزاف حيت دغيا سالات لي ديك الاولى، راه كنت وريتها لكم، يعني ما نكثروش باش ما يجيش مالح، لان ديجا استعملنا شويه 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 ديال الملح. زيد واحد شويه ديك بابريكا فيمي، حيت حارة بزاف ولكن الحوت كيبغي الحار. هادي هادي لي زيبيس ديال السمكة بحال شرمولة ديال العطرية ديال الحوت. الثوم، الثوم بودرة، ما غاديش ندير الملح، غندير واحد رشيشة ديال الملح لأن شوية شدينا اطرو ديال الحليب وفيه جوج كيسان ديال السنيده ياك،
كاس ونص. كاس ونص ديال السنيده حطينا فوق العافيه وبقينا كنحركوا ديك السنيده حتى تجانسوا، يعني بحال بدا شويه بحال كيعقاد، وشدينا ديك النشا الدوره مايزينا غير باش نسرعوا ديك الطريقه، ما بغيناش نخليوه يبقى يتحرق السكر. شدينا خدينا المايزينا معلقه ونص وذوبناها في الماء وزدناها على داك الحليب والسكر، بقينا كنحركوا حتى ولا بحال الحليب المركز، وزدناه على القشده الطريه مطربه مزيان. و عاد غنديروه في واحد الاله اللي كتصاوب الكلاص اللي كنا تكلمت لكم عليها، كنا وريناكم دوك الكيسان ديالها، الكيسان ديالها كاينين في الثلاجه حيت خاصهم يجمدوا. وغادي نديرو هاد اوريو، ها هو طحناه اوريو، اوريو ها هو كنديرو بهكدا خلينا مسدود وكنخبطوه بهذا بشي حاجه بالدقاق ولا مطرقه ولا، المهم حنا عندنا هاد المهراز ديال العود، عندنا هاد المهراز ديال العود كينفعنا في بزاف هاد المهريز كنت خديته من مراكش فواحد كنا سافرنا شحال ديال مراكش، باقا ديك الساعه كاع ما والدك انت لا خرج بيا عيني، زعما امتى مشيتي لمراكش بلا بيا؟ كنت مازال كاع ما والده، مشيت انا والاخ ديالي وخويا ولادو. هانتوما خوتي خواتاتي، هادي هي لاباريل اللي كنا تكلمنا لكم عليها ديك المره، قلت لكم هاد الكيسان كنديرهم في الفريكو في الكونجيلاتور حتى كيجمدوا حتى كيجمد واحد الليكيد كاين هنايا لداخل، وكنديروها امارش صافي، وداك الكلاص اللي خلطنا كي شويه وغادي يولي، يعني غادي يجمد غادي يولي كلاص. بغينا غير نتقاسموها معاكم تاخذوا فكره، ولكن حنا اغلبيه فاش كنتشهاو الكلاص كنديروا بالطريقه العاديه، كنخلطوا وكنديروا في بلاستيك بواطه ديال البلاستيك ولا شي علبه ديال البلاستيك بحال هذه مثلا، كنديروا بحال هكذا في هذه وكنسدوها بالغطا وكنديروها في الثلاجه في الفريغو حتى كيجمد.